هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم كانوا يقرؤون ويرقون على العسل أو الماء أو غيرها مما يقرأ عليه الرقاة اليوم أحسن الله إليكم؟ لا أعرف شيئا من ذلك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يفعله لا في عسل ولا في ماء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المريض بالدعاء له، والراقون ما كانوا يرقون بماء يعدونه للشخص المريض حتى يشرب منه، وإنما يرقونه بالنفث عليه. وما التوسع، وقد يقرأ الإنسان في برميل ماء وزع السطول، هذه الله مقروء فيه مقروء فيه، هذه مجازفات غير حصيلة.